بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين حبايبي المتابعين لأزال بمدينة الجميل خور بكان، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد وزيد من ذكر الله والصلاة على رسول الله، طول الله أعماركم وبارك الله في حياتكم. قال أخوكم خالد حرية: وقف على مالك ولا عشرة من عمالك. عشر يا ربوي أربعة شل ويمل وليمل ما شالهم، أربعة شل ويمل وليمل ما شالهم، أربعة شل ويمل وليمل ما شالهم، أربعة شل ويمل. عاشوا عاشوا هذا خل آلي من الصباح. الله خير أنا ويا الصيان أخوكم معتفس تورة تورة. عاشوا عاشوا هي شاسوي اليوم غيم، اليوم ما شاء الله الجو مغيم في خور بكان، غيم غيم الله والأجواء حلوة. حرية ويا الصيانة رف 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 بعالمنا. الله عزك، الله ينصرك، عساك يوم إن شاء الله يا رب العالمين. نعم وهذا أنا يا مصباح، مصباح الله خير. كم الساعة يا مصباح؟ تقول ناش شغل عمل أوه قوفي يا ريال. الحمد لله يا رب. أهلا وسهلا ومرحبتين، أسمي ركيض. يا ربي وصلت من خور بكان الشارجة، ما يوز ما أصبر كل مكان إلا الشارج ما أصبر. أنا ما أعرف أنزل بعد الأربعة دوام من مكان لمكان، وها مرة الحين مرة من آخر شيء مصرف الشارجة الإسلامي، طول الله عمر مبارك بن عبيد الشامسي، الأدب والاحترام والأخلاق والكرم، جزاك الله خير يا مبارك، بارك الله يا مبارك، عسى الله يطول عمرك ويبارك في حياتك. أنت بيك الكرم مخلف عليك لكن فنتق عنده وتندوك عند أي العشاء القهوة والشاي حق الزبائن عادي. وهذا بعد حلاوة، شو عاد حرية هاي، هاي حلاوة العيد. طالع شوفوا 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 ما بلبتون عندكم عندكم يا ربي يا هو فنتك ها شو تعال في ذمتكم تحرون لبتون مال شاي؟ لا لا هاي حلاوة ها هي ها. وحين ما يدري يتحرى شاي لبتون، والله قسم بالله عندكم شوفوا شوفوا أنا شفتوا ها طول عمك ها شفتوا تحرون لبتون؟ لا بلبتون الحين ما رايكم شدايدة اللي ما يدري في البكسة الغاوي نواتج 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 يسوي يا ربي خلي سنك هي أصبحت ما بلبتون اللي تحرى لبتون اللي ما يدري وهو من هناك شو تشك شك لا بسكوت كاكاو فنيات يطلعون ابتكارات يعني يخلون واحد اللي ما ياكل ياكل ونحن وين نحن في مصرف الشارج الإسلامي فرع سمنان المتميز عميل سمنان ولا شكوان؟ ها؟ سمنان؟ خزامية خزامية ايه انا لان عدال سمنان ايه اخربط بيها فرع الخزامية نعم قد قهوة وما يدع صح عند مبارك بن عبيد طول الله عمره وبارك حياته كرم خلف عليه والطيب والأدب والاحترام ومساعدة الناس اللي يجون العيوز ما يوقف والفقير ما يوقف احنا انت بس مكان ايش حق تمدح ما تمدح الا يوم تشوف شيء بعينك هي نعم وهذا الشيء شهادتنا فيه مصرف الشارجة الاسلامي فرع الخزامية الله يعطيكم الصحة والعافية برجع لكم اركيض اليوم الله اجازة والاجازة وعادة حليمة على عادته الجديمة وقام ركض الحين وانا طايف عاد الرملة يا ربي اسمح الروح 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 الروح
وسبحان الله اوتوماتيكيا لفت بالسيارة. وين وقفت السيارة عندها؟ شوفوا بقالة بونا. هذا قبل 25 سنة أنا ساكن في البيت هذا، وهذا جراج سيارتي، وهذا الباب. الله، هاي الرملة، رحمت الله على من دش البيت وطلع. يا هي عالم، يا هي أسمي قصة، أسمي قصة استوت في هالبيت. هاي هنا القصة، القصة في هالبيت هذا. كنت مستأجر هناك الزمن، ما عندي شيء، ما عندي مطابق ولا عندي تجارة ولا عندي شيء. يا نعم، ما هذا الصراحة راحة، ما بكذب على عمري. ومستأجرون عقوم بيت الشملان، هذا بيتهم رحمة الله عليهم، ساكن في هالبيت. وأسمي السيائر، وأسمي بكبات وقفت. تعرفون شو بكبات؟ عادة بكاب عود، تدرون شو مالي البكاب؟ نعم، الاعتراف بالحق فضيلة. ها بيتي الأولي، شارع الرملة الشرقي. الله يا الرملة، يوم قال فرش منديلك على الرملة، يو يا الرملة ما أدراك ما الرملة. نعم، هاي كنت فيها، هاي الميل، هاي المطبخ، هابو كل لا كنديش أنا بالمطبخ. هاي الصالة، الله يا هو زمان انقزر ومضى، يا هو زمان انقزر ومضى، مو بعد عن تفاضي. لكن دوام الحال من المحال، والله سبحانه وتعالى مبدل الحال إلى حال، الحمد لله رب العالمين. وما غواهاك اليران الطيبين، ما غواهاك الناس الطيبة، رحمة الله عليكم، الله يرحمكم، الله يبلع عظامكم الجنة، الله يغفر للي، الله يطول عمر اللي حي وغفر للميت. أسمي إلا كانت حشرة، ناس طيبة وياويد في الرملة سكنوا، رحمة الله عليكم الواسع، الله يرحمكم، الله يعفو عنكم، الله غفر لك يا خميس الطلياني، رحمة الله عليك يا طارش وطارش وربيع والشباب الناس الطيبة، رحمة الله عليهم. يا رب يا عور قلبي، عور قلبي، عور قلبي، بنزل الجام وبطالع له. يا ربي يا ربي، هاك الزمان ودي ادخل واسكن فيك البيت مره ثانيه، لو يومين عن خاطري. ما تبعد محل مأجر، حد ساكن فيه، ما حد ساكن فيه، الباب هو الباب نفسه صبغه، بس ادق الباب ادش داخل. ورحمه الله عليك يا احمد، ورحمه الله عليك يا ابو بكر، ماتوا مساكن اصحاب البقاله، سكروا البقالة. لا حول الله، واحد عندي سيارة، سيارتي 240 ال في هاي الجراج أو الجفة، 240 ال، وعقب خد كابرس، وهذا جراج سيارتي. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، والله العظيم. أتذكر زمان قبل ومضى، رحمة الله عليهم، الله يحرمه وعفوه. شو يا ابني، انا حتى اول قلبي مبودي مستانس ومن ايام العيد وفرحان. هذا اللي عور القلب، لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله تعالى، الدنيا كانت غير، الحياة كانت حلوة، الناس كانوا طيبين، ما شبيه زهد عندنا وايد، بس سعادة وايد، فرحة وايد، طيب وايد، ناس وايد، سيرة وايد، يي وايد، غي وايد. والحين أبوي سكر وايد، كوليسترول وايد، تراكم وايد. شو الحالة هاي؟ شو الحالة هاي؟ لا حول الله ولا قوة إلا بالله، الشكو لله سبحانه وتعالى. ولا وناك الزمان غاوي، الله العظيم، ما حسينا بالحياة والدنيا. لا حول الله.